بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تمنى علي أحدهم أن أعيد بحث التدليس، وخاصة بحث تدليس التسوية، حتى تتضح الفكرة لديه. وأنا أعيد هذه الفكرة، تدليس التسوية، بشكل عام وبشكل أوضح إن شاء الله، حتى تتم الفائدة وتعم الفائدة للجميع. أحبائي، بعد أن فهمنا معنى التدليس، وقلنا أن التدليس ينقسم إلى تدليس إسناد وتدليس تسوية، وتدليس الشيوخ. تدليس التسوية، ما معنى التسوية؟ أولا، التدليس فهمنا ما معناه، من دلس يدلس تدليسا، إذا أخفى عيبا ما فهو مدلس، الراوي فهو مدلس إن قام بفعل التدليس. وذاك مدلس وهو الحديث، المدلس يعني الحديث الذي أخفي فيه عيبا، غير ظاهر للعيان. وتدليس التسوية، أحد أنواع هذا التدليس، وهو شر أنواع التدليس. هو تدليس التسوية، وهو أخطر الأنواع، لأنه يصل إلى مرحلة يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تدليس التسوية يا أحباب، التسوية من الفعل سوى، يسوي، تسوية، يعني السند سوى سنده. هذا المدلس ماذا فعل؟ سوى السند، أظهر هذا السند بشكل يوهم للعيان، يوهم للقارئ، يوهم للسامع بأنه أعلى وأقوى مما هو عليه في الحقيقة. كيف يكون هذا العمل؟ تدليس التسوية. أضرب لكم مثالا، من خلال هذا المثال نفهم تدليس التسوية بشكل جيد. لنفترض هناك مدلس، راوي اشتهر بالتدليس. هناك راوي مدلس، يروي هذا المدلس عن شيخه الأول، لنفترض، نكتب عن شيخه الأول، وهذا الشيخ أيضا يروي عن شيخ آخر، اثنان لنفترض، الشيخ الثاني يروي عن الشيخ الثالث، والشيخ الثالث أيضا يروي عن مثلا الصحابي، لنروي عن الصحابي، هنا الصحابي، ثم بعد الصحابي نفترض الحديث، هذا السند كما رأيتم، السند فيه اتصال، واحد اثنان ثلاثة، كتبت الأحرف باللغة العربية لأنها الأفضل ولأنها واحد يروي عن اثنان، يروي عن ثلاثة، يروي عن الصحابي إلى الحديث. هذا السند ما هو؟ سند متصل. من رواه؟ رواه راوي، لكن هذا الراوي، عرف بالتدليس أو دلس في السند. كيف يدلس تدليس تسوية؟ أولاً نشرح كيف يدلس تدليس التسوية. ماذا يفعل؟ يأتي يروي عن شيخه، الشيخ الأول هو ثقة، الشيخ الثاني ضعيف، هنا ضعيف، الشيخ الثالث ثقة، الصحابي إلى آخره. هذا الصحابي طبعا، لا، الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات، لا ينظروا إلى حالهم ولا في أحوالهم ولا يبدأ، كلهم عدول كلهم ثقات. انظر إلى هذا السند، الراوي يريد أن يدلس،
يريد أن يدلس ويفعل هذا السند أقوى مما هو عليه. ماذا يفعل؟ ها الآن، الثقة الأول لقي الثقة الثاني، هنا بينهما لقاء، أن يسقط الراوي راوٍ بين اثنين لقي أحدهما الآخر، فيقوم هذا الراوي بإسقاط هذا الراوي الضعيف، لا يذكره، فيقول ويروي الحديث عن واحد الثقة عن ثلاثة، أيضا هذا ثقة، فالثقة عن ثقة، فيقول الراوي حدثنا أو سمعت شيخي، وهذا ثقة، تمام؟ هنا يقول حدثنا، حسنا، هنا يقول عن الثقة الثالث، لا يقول حدثنا، لا ينظر إلى أنه حدثنا. فهذا ماذا فعل هنا؟ دلس بصيغة من صيغ تشعر بأنها سمع الثقة الأول عن الثقة الثالث، وأسقط هنا الضعيف. فهذا التدليس، هذا النوع تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، شر الأنواع، وخطر جدا، لأن هنا لا نعرف حاله. الراوي الذي أسقطه بين راويين لقي أحدهما الآخر، غير معروف، يعني معروف بأنه ضعيف، فهذا شر أنواع التدليس، لأنه يصل إلى درجة الكذب. وأحيانا ممكن يسقط هنا، الثاني ممكن أن يكون ثقة، لكن هذا المدلس، هذا الحديث يسقطه. لماذا يسقطه؟ حتى يشعر وحتى يوهم للآخرين بأن سنده عالم، فننظر إلى سنده، يروي عن الثقة الأول الذي لقي الثقة الثالث بينهما وبين الصحابي راويين، فهذا إسناده يشعر للآخرين بأنه يعني أقوى مما هو عليه، وهذا النوع من التدليس هذا تدليس خطير وجدا جدا، يعني حتى أحد العلماء أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، من هو؟ شعبة ابن الحجاج، يقول عن التدليس بشكل عام لا يقبل، رواية المدلس، ويقول عن التدليس بأنه أخطر من الزنا. التدليس أخطر من الزنا، لماذا؟ لأنه كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذب وتدليس في السند. إلى هنا، هذا هو تدليس التسوية يا أحباب. تدليس التسوية، أرجع فأقول، هو أن يعمد راوي إلى إسقاط راوي ما، ضعيف أو ثقة، بين راويين، لقي أحدهما الآخر، فيسوي السند، يصلحه حتى يشعر للسامع، للقارئ، بأن هذا السند أقوى مما هو عليه. أحببت أن أعيد تدليس التسوية إليكم حتى تكتمل فكرة التدليس بشكل عام، والتدليس لا يقوم فيه إلا إنسان يعني يريد أن يشهر نفسه أمام الآخرين، أو يشهر نفسه بروايته عن بسند عالي متصل، ويريد أن يقوي أحاديثه، وهذا النوع من التدليس
لا يقبل، حتى هناك أقوال في التدليس، يعني أقوال الفقهاء في التدليس، منهم لا يقبل من مدلس رواية أي حديث، ومنهم من قبل إذا قال المدلس. المدلس الثقة أحيانا مدلس ثقة يكون ثقة ويدلس حديث، عندما يقول حدثنا اتفق العلماء على أنه تقبل روايته، تقبل رواية المدلس إذا قال حدثنا. وهنا إذا كان هناك يعني عيبا خفيا وأخفاه يكون طامة كبرى، تكون طامة كبرى. لكن هل هناك كما قلت في الحديث في الدرس السابق، هل هناك من دلس؟ وهل هناك من رواة الصحاح من هم من اشتغل يعني اشتغل بالتدليس؟ نعم هناك من اشتغل بالتدليس، لكن هم هؤلاء الثقات لا يدلسوا إلا عن ثقة، كونهم لا يدلسوا إلا عن ثقة، كونهم لا يدلسوا إلا عن ثقة قبلوا روايتهم وقبلوا روايتهم وقبلوا أحاديثهم، لأنها دخلت في شرط الصحيح وفي شرط من اختار هذا الحديث في كتابه من كتب الصحة. إلى هنا إن شاء الله نكون قد وصلنا. هل إذا كان هناك أي سؤال أي استفسار، نصل إلى ختام بحث التسوية، تدليس التسوية. إذا كان هناك أي استفسار أي إيضاح، كما عودتموني وكما يعني تعودنا سابقا برسالة أو بأي اتصال، نرجع إن شاء الله ونقف على الأمور الغامضة ونشرحها. إلى هنا أترككم في أمان الله، والحمد لله رب العالمين على نية التوفيق والتيسير. الفاتحة.